شرب قهوة. سطني في الساحة وعندما عدنا سدفعني، وبعدها عندما هنا سضربني. ضربته حقنا؟ نعم سأقسم. جواد قل الصدق فقط. أليس ضربته مرة قليلة؟ مرة قليلة وتوقفت. كنت تمزح أم كنت جادا؟ سكن جادا. كنت أمزح وضربته أصلا لي الآن لحظة رواد المستقبل. لحظة صغيري لحظة. الآن هل الصديقان يتشاجران؟ وهل الزميل يضرب زميله؟ هذا تصرف سيء أم حسن؟ سيء. وأنت كيف عالجت الموقف؟ ضربته مرة أخرى. فلان لم أفعل، قلت له توقف وتوقف وضربته، وفي المرة الماضية صحيح ضربني، وقلت له توقف حتى الآن. وهي تؤلمك؟ وإلا ستغضب الآنسة. ماذا تختاران؟ أغضب عليكما؟ لا. أحبكما؟ إذا عانقا بعضكما. هيا تصفيق.